وبركاته، وأهلا بالحضور الكريم في هذه المناسبة الكريمة لهذا الغرض الكريم. وأرحب مع الشكر الجزيل للدعوة الدعوة الكريمة من معالي وزيرة التضامن. هذه المواطنة التي أتذكر أننا في صندوق تحيا مصر وكنا في اللجنة التنفيذية، وأظنها لا تعرف هذا أو قد تعرفه، اجتمعت الآراء بالاستعانة بخبراتها وبنشاطها وبوضوح رؤيتها، وبأنها هي التي تصلح في هذا المكان من أجل الانطلاق السريع القوي لصندوق تحيا مصر. ريهام هارون حسين رحيم، علي محمد علي كامل.